مبنى تاريخي بمواصفات معمارية فريدة يقع في قلب القاهرة يعبر عن الحضارة المصرية القديمة، ليتم افتتاح مكتب بريد القاهرة الأثري بالعتبة، والذي تم تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية ليكون وجهة حضارية يقدم خدماته للمواطنين بالشكل اللائق. المكاتب التاريخية موجودة كتير في البريد المصري، عندنا أكتر من 20 مكتب موجودين بشكل مش بس ان هم قدم اكتر من 100 سنة، لا ايضا طراز معماري فريد. ده اللي احنا عملناه النهاردة في المركز الرئيسي، طورنا المكان وأعدناه الى اصله بالشكل اللي كان انشئ عليه مع الحفاظ على الشكل الجمالي، وهنا ده مجنى الحاضر بالتكنولوجيا الحديثة من خلال مصر الرقمية وكافة الخدمات. فكل الحقيقة العناصر اللي تم اضافتها وطمست الشكل المعماري الجميل اللي كان موجود، سواء بالنسبة للعناصر المعدنية او العناصر الخشبية او الحجر او الطوب الاحمر، كل دوت اظهرناه بان احنا شلنا كل العناصر المضافة عليه واظهرنا جماليات المبنى دوت. ده اول معيار. المعيار الثاني الحقيقة ان احنا ضفنا بعض العناصر المعمارية الجديدة زي الزجاج وزي الحديد وزي الخشب، بس الحقيقة الاضافات ديت كانت متناغمة جدا مع العناصر الاساسية وتم اختيارها بعناية علشان يفضل المكان كله عنصر جمالي واحد. مكتب بريد القاهرة الأثري عندما تتجول في جوانبه ترى جماليات العناصر الإنشائية والمعمارية الأصلية كالطوب الأحمر القديم والأحجار المحلية والحديد المشغول والأخشاب القيمة، بما يتماشى مع الطابع الأثري الذي يتميز به المكتب. تطوير مكتب البريد بالطريقة ديت بيعكس حضارة كاملة، اللي حضرتك طبعا دخلت وشفت يعني القائمين عليه، طبعا كان في مجهود جبار من حيث التصميم، من حيث التفكير، من حيث التنفيذ، عشان يطلعوا العمل دوت في الاخر بالطريقه دي. هيئه البريد المصري تتميز بامتلاكها للعديد من المكاتب التراثيه التي يتعدى عمرها نحو 100 عام، وتعمل على تطويرها لتعبر عن الاصاله المصريه القديمه بهذه المناطق. استطاع البريد المصري في الآونة الأخيرة التوسع في فروعه على مستوى الجمهورية وتطوير عدد من المكاتب المنشأة منذ أكثر من 100 عام، والتي تحكي جزءا من تاريخ هذه المناطق بمواصفات معمارية فريدة تعبر عن تحقيق إرضاء المتعاملين. من داخل مكتب بريد القاهرة الرئيسي الأثري بالعتبة، أحمد ممدوح، مراسل النيل.